استغربت لما جات لي رسالتك، مش من رسالة، استغربت من المكان. ما كنتش أعرف إن أنت بتحب تيجي هنا. يا ترى إيه سر؟ ولا سر ولا حاجة. المكان هنا جميل، هادي ورايق ويساعد على التفكير. بس اللي يبص لمصر من هنا يلاقيها بقت بتشغل وحاجات كتير فيها اتغيرت. ولا اتغيرت ولا حاجة، كل حاجة زي ما هي. الحق هيفضل حق على طول، والباطل هيفضل برضو باطل على طول. بص كويس يا طارق بيه، بص على العماير والشوارع والعربيات، مليانة ناس، وكل واحد في الناس دي عنده حكايات ومشاكل ولحظات حلوة ولحظات وحشة، ومع ذلك كلهم بيبتسموا ويضحكوا ومستنيين بكرة اللي أحلى. وبكرة يبقى أحلى مادام فيها رجالة زيك. بس البلد ما تشلناش إحنا الاتنين. إحنا مين بقى؟ خلينا نمشيها الخير والشر. لو مفيش شر هتعرف الخير من إيه؟ ازاي؟ ما اصلها مش جنة يا طارق بيه، واحنا مش هنسيبها لكم تخلوها نار. انت ليه حاسبني على الشر؟ انا مش مع الشر، انا مع الحق. بس المشكلة انه مش دايما الحق بيبقى خير، بس الباطل دايما شر. لو انت متأكد اني باطل ما كنتش جيت. انا جيت عشان شغل، بس بالتأكيد احنا مش صحاب. مصر حلوة طول عمرها، بس يا ريت ما تكونش شايفها حلوة علشان انت باصص لها من فوق. حتى وانا في أصغر حارة بشوفها حلوة، إنما انت بقى ما جربتش تشوفها من هناك. أنا شفت مصر من كل حتة، مفيش شبر في البلد دي إلا وكعبي معلم فيه. أكيد أنت عارف إن أنا وزين الله يرحمه جايبينها من تحت قوي، ما ابتديناش كده يعني. طبعًا، ما أنتوا شغلكوا بيكسب فلوس كتير. فعلًا، شغل التصدير والاستيراد بيكسب فلوس كتير. بس تعرف إيه أكتر حاجة كسبناها أهم من الفلوس؟ الخبرة ومعرفة الناس. مش بيقولوا معرفة الناس كنوز؟ تخيل بقى إنك تقرأ وشوش الناس وتعرف طبيعهم ونفوسهم واللي مستخبي فيها. كنوز فعلا. أنا بسأل نفسي دايما سؤال، أنت ليه أنت واللي زيك اخترتوا الطريق ده؟ ليه ما تعيشوش وسط الناس بعيد عن الخطر؟ مش كل الناس شبه بعض يا طارق بيه، في ناس وناس، وربك خلق الكون ده على قانون أساسي، الصراع، حاجات بتعيش على حاجات. الناس اللي انت بتحكي عنهم دول لو ما كانوش موجودين ما كنتش هتقعد على مكتبك، يعني وجود سعادتك مرتبط بوجودهم. عشان كده يا ريت ما تستقلش بيهم، بالعكس ده انت لازم تحترمهم. ما استقلش بيهم انما احترمهم؟ بالتأكيد لا. وليه لا؟ هما بيعملوا اللي بيفهموا فيه، وانت كمان بتعمل اللي بتفهم فيه. هما ما يقدروش يعيشوا زيك، وانت كمان ما تقدرش تعيش زيهم. هما اللي حواليك ما لهمش تمن عندك؟ اكيد بتحب ابنك ومراتك يا طارق بيه، مش كده؟ اكيد. طب ما سألتش نفسك ليه هي اختارت انها تربط حياتها بيك، برغم انها عارفه ومتاكده انه في اي لحظه ممكن الباب يخبط تفتح تلاقي خبر موتك مستنيها؟
أنا برضو اللي معايا كده اختاروا إنهم يربطوا حياتهم بيا وأنا ما كدبتش عليهم. أيوة بس أنا لما أموت أهلي هيفتخروا بيا، إنما أنت لما تموت هيستخبوا معارك. لا أنا برضو لما أموت أهلي هيفتخروا بيا، وأنا ما أعتقدش إن أهل سعادتك بيحبوك أكتر ما أهلي بيحبوني. أنت عايز يا سليم؟ رغم إن أنت ما ردتش الهدية اللي فاتت، بس أنا برضو جايب لك هدية تانية. بمناسبة إيه؟ بمناسبة إنك بتدور على حاجة وعمرك ما هتقدر توصل لها، وأنا عشان بعزك قررت إني أوصلها لك بنفسي. دليفري يعني؟ دليفري من مطروح. تمام يا شيخ. طب روح ساعد الرجال، خليهم يجيبوا غنمها يذبحوها ويعطوها للحريم يسووها. أمرك يا شيخ. عواد، ما ودي أي غلطة، ود الضيوف يحبوا المكان ويعودوا مرة تانية. ما صدقنا السياحة عودت مرة تانية. السياحة لو انضربت يا عواد إحنا اللي بننضر. خلينا نشوف أكل عيشنا. ما تشغل بالك يا شيخ. يلا قحلة. نعم يا اخوي. وين سلام وعساف؟ سلام بيجمع الاغراض مع الرجال بالبر، وعساف لسه نايم على فرشته. ابعتي له حد يفوجه ويقول له ان انا اللي بعت له. الشغل كتير والضيوف على وصول. همي حال. الاسطوات اللي بعتهم الحاج ذكري ما شاء الله عليهم جددوا كل حاجه في ثواني، ربنا مسهلها لك يا حازم بيه. الحمد لله، ولولا عم طنطاوي برضه ما كناش انجزنا كده. العفو يا استاذ حازم، ده شغلنا. وبعدين الحاج ذكري موصيني. لا مش عم طنطاوي لوحده، والبشمهندسه شمس لولاها ما كانش المصنع اتركب بالسرعه دي. ولعلمك عدوه الكراكيب الاولى اي مكان قديم بتفوره وتجدد مكانه. اوعى تكون دخلت الاوضه القديمه. لا يطمن، اوضتك القديمه زي ما هي وفركبها. المهم دلوقتي ان مسؤولين الماركتنج يجيبوا لك العقود عشان تبدا في التصنيع. ولا ناوي تركن؟ لا اركن ايه؟ انا عملت الصعب. طب استاذن انا يا جماعه، في مكاتب مش شغالين، اروح اقف مع مستوات. اتفضل يا عم طنطاوي. انا هعمل جرد لكل الشركات القديمه بتاعتنا، وهتصل بالتجار اللي بيوردوا لنا الخامات اللي كانوا بيتعاملوا مع الحاج زين العطار، واكيد هلاقي ناس منهم يرضوا يتعاملوا معانا. ان شاء الله. مية مية. عايزينك. اتفضل. أنا عملت تصميمات وحطها. هو حاجة جميلة جدا، بس أنا ما بعرفش أتفرج على حاجات وأنا معدتي فاضية. وبعدين ما باكلش لوحدي يعني. تتغدي؟ مش هينفع نتغدى مع بعض. بس بصراحة بقى محرج عليا. إيه؟
يا عم انت مالك؟ بهزر معاك. اصل عماد اخويا النهارده اجازه، يوم رجوع اجازه ده بيبقى يوم عيد عندنا. ام محمود جارتنا بتعمل له ملذ وطب. ملذ وطب؟ هو خاطب بنتها ولا ايه؟ لا هفهمك. ام محمود دي جارتنا من يوم عيد عندنا. من ساعه ما ماما ماتت وهي اللي دايما بتاخد بالها مننا لما بابا بيكون في الشغل. يعني تقدر تقول كده زي امي يعني. جميل. بالهنا والشفا، بس المرة الجاية مفيش أعذار. وريني بقى التصميمات اللي على معدة فاضية دي. والله يا سيف بيه، من المواصفات دي يبقى مفيش عندنا غير حل واحد. فرقة موسى. مين يا أخويا؟ فرقة موسى. موسى ده كان عيل متربي معانا زمان في الدار، بس سابها من حوالي 15 سنة. وحكايته ايه؟ لا حكايته طويلة شوية، بس زي ما تقول كده الواد ده اتولد وهو قلبه زي الحجر، ما كانش بيعمل أي خاطر لإخواته. أي حد فينا كان بيضايقه كان بيعوره على طول. مرة زمان الواد عمار شتمه، ما ردش عليه، عوره في حاجبه، ولحد دلوقتي لسه معلمة في وشه. ما كانش ليه كبير، ولا كان بيسمع كلام حد، ولا حتى كلام الشيخ سلام. الله يرحمه. الله يرحمه. زين بيه كان مأمنه على كل حاجة في الدار. الشيخ سلامة ما كانش بيحب يسجن. ما كانش بيتحرك كده غير مع شلة، ما كانوش بيتحركوا غير في المصايب بس. بعد كده الشيخ سلامة طردوا من الدار، طلع منها على الجبل. اشتغلوا كلهم قطاع طرق بالأجرة، بينفذوا عمليات لأي حد. طب موسى ده هيقدر يسيطر على الطريق؟ اه طبعا. بص يا باشا، دي شغلته دلوقتي. بعدين موسى ده عبد للفلوس، طالما هتديله هيتطيلك. يعني ديته معروفة. حلو قوي. أنا بحب الناس اللي هدية دي بتبقى واضحة أكتر، عندهاش تمثيل كتير. يعني أجيبهولك؟ عاجبني حماسك. أهو حبيبك جالك أهو. ربنا ما يحرمنيش منه أبداً أبداً يا حبيبي يا ابني. كفاية بقى يا أم محمود، أنا تعبت من مجايب الأطباق. ألف هنا وشفا. هو أنا عندي أعز من عماد؟ ربنا يخليكي لينا يا حبيبتي. هو يعني محروم من أكلي؟ ما طول ما بيبقى اجازه افطار وغداء وعشاء عندك انت. مالكمش دعوه، ده غلاوته من غلاوه محمود. ده انا بحبه، ده مربيه على ايديا. بس الاكل ده يكفي الكتيبه بتاعته كلها. هو انت ناسي يا هانم ان نايبي بيتشال من كل اكل بتاكلوه في البيت هنا وانا مش موجود؟ لا يا سيدي مش ناسيه، بابا بقى وعمايله. ايه طب بذمتك يا شموسه انت، بذمتك قلبك مش بيوجعك لما بتنسي تشيلي نجوى من الاكل؟ بصراحه اه. طيب بس هو يعني هناك ما عندهمش في الكتيبه اكل زي ده؟ ده تلاقيهم بياكلوا الفراخ صاحيه، انا شفت كده في التلفزيون. لا يا حبيبتي، اللي بياكلوها صاحيه دول بتوع الصاعقه، احنا بناكلها مستويه عادي والله. يا رب يا رب يا حبيبي، كده يحميكوا ربنا انت وزمايلك يا رب. على فكره بقى، انا قاعد سامع الدلع من بدري ومش عايز اتكلم، شويه بقى كده. يا اخويا ما انت على الحجر على طول، سيب الواد ينبسط اليومين اللي جاي فيهم اجازه. انا تعبت بقى يا ام محمود، خلاص انا هقعد. خلاص انتوا كله لغايه ما اجيب السلطه، هي خلصت خلاص. اقعد يا ام محمود، اقعد كتر الف خير، الكفايه قوي اللي عملتيه ده. خير ايه بس يا استاذ ذكري؟ هو انا عملت حاجه؟ ربنا يبارك لنا في عمرك يا حبيبتي. يا حبيبي. يلا يا اولاد، بسم الله. بسم الله. بسم الله. اتفضلوا يا رجاله. تشكر يا سيدنا. ندى فين؟ وانا مالي وقصع؟ بقولك ندى فين؟ وقصع مراتك يا ندى. شوية عيال صغيرة هيلعبوا عليا انا. انا مروان جلال. وانا رودي عزازي، ودي اللي اوريك رودي هتعمل فيك ايه؟ هجيبها؟ يعني هجيبها؟ يلا غور من هنا. بس صاحبك ده شكله صاحب مزاج عالي قوي. قصدك عشان المكان يعني؟ المكان والفاكهة، شكله كده لوحده في عالم تاني. مين أذن لك تمد يدك؟ إيه يا عم الدخلة دي؟
300 دار امانه يا موسى. انا امير، امير ابن الشيخ سلامه. امير امير كبرت يا امير، كبرت وتغيرت. ما انت كمان يا موسى اتغيرت، اتغيرت كتير قوي. اللي انتوا جايين ليه؟ عايزين ايه؟ ابوك لسه عايز مني حاجه تانية ولا ايه؟ لا يا موسى، ابويا مش عايز منك حاجه ولا من غيرك. ابويا الله يرحمه. الشيخ سلامه مات؟ مات؟ الله يرحمه يا موسى. عموما انا عايزك في حاجه تانية خالص. انا سبت شغل مع العطارين من زمان، شغال دلوقتي مع واحد كبير اسمه سيف العزازي. هو بعتني ليك عشان عايزك في مصلحه، وانا قلت له محدش هيقدر على المصلحه دي غيرك انت يا موسى. مصلحه؟ مصلحه ايه دي؟ لا ما هو ده لمؤاخذه بقى، هتعرفه لما تيجي معانا. اللي يعوز حاجه من موسى الجلاد ياجي يطلبها منه هنا. شرفت يا بهوان. أنا هعرف ربيه كلب ده إزاي؟ أنت لازم تجيب لي حقي منه. طبعًا. بس أنت برضه غلطانة يا رودي يا حبيبتي. ندى صاحبتي الوحيدة. ما كانش ينفع أقف أتفرج عليها وهي بتتعذب من غير ما أعمل لها أي حاجة تساعدها. معلش أحبطت توقعاتك. لسه الخير كله ما ماتش جوايا. آه. خير. خير ان شاء الله. طب شوفي بقى يا حبيبتي، طالما انت ناوي تشتغلي معايا ان شاء الله، لازم تتعلمي ان الخير اللي جواكي توظفيه لمصلحتك وبس، ولو ضروري قوي لحد تاني يبقى بمقابل. هو الشغل معايا كده. وانت هتسيبني زعلانه؟ من امتى؟ سيب الموضوع ده عليا انا. أنا هعرفه إزاي يتكلم معاكي كويس. ده كلب. لما نشوف. ده أنت حبيبتي. خلاص البضاعة اتشونت والرجالة هتتحرك في الفجر. العملية دي لازم تنجح يا سليم. دي الحاجة الوحيدة اللي مصبراني عشان بعد كده أفضل كلاب السوق. وبعدين يا نوح، ما تهدى كده أمار، ما تخليش الغضب يعمي عينيك. غضب؟ الغضب إيه يا سليم؟ الغضب ده مشاعر، والمشاعر دي عند البني آدمين بس. الأغبياء قضوا على آخر حاجة كانت مخلياني لسه بني آدم. وأنا إيدي في إيدك، واللي يعاديك يعاديني. برابيلوم الماني من ايام هتلر ده. الحاجات دي بقى لها كتير ما عدتش عليا. طب ما تقول كلمتك كده يا عم ذكري. يا ابني مش اي حاجه تنفع تتباع. يعني هي جت على ديت ومش هتنباع يا عم ذكري؟ ما هو مش معقول تبيع حاجه انت وارثها عن ابوك وابوك وارثها عن جدك. ايه ده؟ انت تعرف ابويا منين؟ يا ابني انا ما اعرفش ابوك، انما اعرف حته السلاح دي. عارفها كويس قوي. دي طلعت موضة من 60 سنة، وما كانش بيشتريها إلا أصحاب المزاج بس. كان دايماً يعاملوه زي الست الحلوة، محدش يهينه أبداً. طب والست الحلوة دي يا عم ذكر، لو حبينا نبهدلها شوية هتتبهدل بكام؟ دي؟ لا دي خلاص كبرت يا ابني. يعني دي كبرها تعلقها عندكم في البيت عشان انت رايح وجاي تقرا الفاتحه لابوك. يعني ده اخر كلام عندك يا عم ذكري؟ ماشي. هي صحيح كبرت وشاخت سياخ حلوه.
بقول لك ايه؟ عد عليا بكره بترخيصها عشان تعملي تلازم، انا شاري. الف شكر عم ذكري. عفوا حبيبي. بالاذن. مع السلامه. ده انت طلعت خبير قوي يا عم ذكري. ايه واحد ياما مر عليه سلاح يا ابني. طب ما تحكي لي بقى ازاي من كبير عمال في مصنع لتاجر سلاح؟ اصلها يا ابني كانت هوايه. اللي لقطها فيا الحاج زين الله يرحمه. الله يرحمه. بعدها عيني الخبير الخصوصي بتاعه خلاني اشرف على كل ماركات السلاح اللي كان بيجيبها. هو كمان اصله كان هوية. هو بيشتغل فيه. ما انا عارف يا عم ذكري ما تخبيش عليا. والله يا ابني على قد ما كانت ايام صعبه كانت ايام حلوه قوي. ولما هي كانت ايام حلوه قوي سبت السلاح ليه؟ انا يا ابني ما كنتش بتجري فيه. أنا كنت بعايم بس. وبعد ما اتجوزت وخلفت قاسم الله يرحمه وجي بعدي عماد وشمس قلت أعيش لهم بقى وأوكلهم لقمة حلال. بس صدقني يا ابني عمري ما نسيت حبي للسلاح. طب ما تسيبك شوية من السلاح يا عم ذكري وتحكي لي عن أبويا. أبوك؟ يو ده كده القعدة هتبقى للصبح. وراك حاجة؟ لا. انت عاوز ايه بالظبط يا نوح؟ عاوزني اخلص لك على تجار السوق كلهم عشان ترتاح؟ انا يوم ما احب اعمل كده لا حاجه اخد رايك ولا حاجه اطلب منك مساعده. انا حبيت بس اعرفك الكلاب اللي انت دخلتيهم السوق عملوا ايه وافهمك اللي حصل معايا. انا مقدره الحاله اللي انت فيها بس انت ما عندكش دليل واحد ضد اي حد. ما احنا كمان مش هنستنى لغايه ما نتصفى في بيوتنا واحد ورا التاني. دي مش اول مره. واكيد انت فاكره اللي حصل للعطارين من كام شهر. فاكره يا سليم ولسه بحقق في الموضوع. يبقى قابليني. جرى ايه يا نوح؟ انت مش واثق في الشركه ولا ايه؟ انا اساسا ما بثقش في حد. وضع السوق بقى مرعب. والامان اللي كان موجود في السوق ايام ما كانوا العطارين هم الكبار ما عادش موجود. اللي انت عاوزه يا سليم لسه اوانه ما جاش. لسه شويه. وبعدين انت بتتكلم عن العطارين ايام ما كانوا العطارين. وهو انا مش مالي عينك ولا ايه؟ انا سليم العطار. لسه شويه يا سليم. وانت يا نوح اهدى شويه على الاقل لغايه ما نخلص العمليات اللي في ايدينا. نعم. اهدى. خلاص يا نوح. خلاص ايه؟ لو بنتها كانت هي اللي ماتت وانا جيت دلوقتي اقول لها اهدي كانت هتهدى؟ بقول لك ايه؟ انا هاخد حقي غصب عن الشركه وعن التجاره كلها. وهعرف اخد حقي كويس قوي. حتى لو كان منك انت شخصيا. باشا ده يا باشا بس ده سمك كتير حواليه. لا 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 ما يعرفهمش. هو اللي جاب نفسه. كان عايش مبسوط في البحر الواسع وسط اهله وناسه لحد ما اترمى في حضن عارفه ضيق. كان لازم يعني يتقرن وعمل فيها فالح. هو ترى مفقود ما يعرفش في حد ولا حد اصلا مستعمل. يبقى لازم يستحمل وينفذ الاوامر وهو ساكت. والله يا باشا ما عليك قدر. ما هو اكيد يعني مش عارف اكتر من الحكومه.
انت صح ابو صبر. قول لي بقى، اشرب من الكاس ده ولا الكاس ده؟ بالهنا والشفا الاثنين يا باشا. صح، وعلى ايه الدواء؟ يا يحيى عطار. يحيى عطار؟ جرايا غندور. انا مش كنت من يومين يحيى بيل عطار ولا ايه؟ على العموم انا اعتبر نفسي ما سمعتش حاجه. اللي بالحق هو فين سيد؟ مطرح ما يكون مالكش فيه. قول لي عايز وقت من الاخر. اخر مره لما كلمتني حسيت ان انت زعلان مني. وانا ما رضينيش زعلك. حتى بالاماره قلت لي ان انت ليك عندي حق. وانا الصراحه ما اعرفش انام مديون. انا بيني وبينك دم يا يحيى، وحقي مش هسيبه. وماله، خير البر عاجله، وانا جيت لك لحد عندك اهو. يلا خد حقك، ولا مستني سيف العزاز ياخده لك؟ لا، انا حقي باخده بدراعي يا يحيى. وماله برضه، اللي يطلب من يحيى العطار الحق يجي لحد عنده ويديهوله. اديله حقه حقه. استنى يا يحيى، مش هسيبك يا يحيى، مش هسيبك يا يحيى، هاي مش هسيبه يا يحيى. من زمان واحنا مدفونين في قلب الجبل ده لغايه ما بقينا شبهه ولونه طفح على جلدنا، حبسنا جواه غصبت عنينا مش بمزاجنا، اللي حكم علينا حكمه هو اللي بيدي الحكم. طردنا من ديارنا، شردنا وبقينا زي الملعونين. بس خلاص، جه اليوم الرجاله، جه اليوم اللي كل واحد فيكم لازم يعرف ان الحكم ده باطل، الحكم ده ظالم. وتشردتنا دي وتوهتنا في الارض دي لازم يدفعوا ثمنها غالي، وغالي قوي، هم وكل اللي هيوقف قدامنا. الوعد اللي وعده لنا سيف بيه هيخلينا نحط يدنا على الدار ونبقى فيها على طول، قابل ان احنا نحميه لبضاعته. وسيبت ليه في الدار دي عشان ادهالنا يا كبير؟ ليه المصلحة، والمصلحة تحكم، والحظ رماها في حجر، وانا مش هقول لا لا. خلاص يا رجالة، خلاص، عهد الجبل ولا هنسيب الجبل، ومش هناخد منيه غير قلبه الصواد، وضارة هنرجع له زي ما طلعنا منها مكسورين، هنرجع لها هرزة منصورين. يلا رجالة، يلا. سيب الدار وامشي يا عزيز من غير دم. مش هسيبها يا موسى، ومش هتاخد الدار دي اللي على جثثنا.
المشكلة مش في جيتاتكم يا عزيز، المشكلة اني ما عنديش وقت ادفنكم. يا موسى هتقتل اخواتك؟ مين اللي بتكلم؟ تعال تعال ما تخافش. مالك متضايق ليه؟ متضايق عشان هقتلكم؟ مش احسن ما تقتلوني انتم؟ احنا ما بنقتلش اخواتنا يا موسى. انا بقتل عادي. القعده اللي قعدناها في الجبل خلتنا غيركم يا ولاد زين وسلامه. القعده اللي قعدناها في الجبل علمتنا القسوه، علمتنا ما نعرف وش الرحمه. من هنا ورايح الدار دي داري ملكي، فرصتكم الوحيدة عشان تنفذوا بجلدكم انكم تمشوا، يا اما تموتوا كلكم. فاكر وانت عايز تغير قد كده اهو، بس ما كنتش بتلعب اللعب ده طبعا.
زي ما توقعت. ها؟ بالحرف. تخطيط ده ليه أصول، موهبة من عند ربك سبحانه وتعالى. تمام، بس التخطيط ده بيبقى ليه اللي ينفذه ولا ياسر بيه؟ إيه اللي بتقوليه ده؟ ده أنت الخير والبركة. الخير ده اللي هو قدامه كم صفر يعني. يعني إيه كم صفر؟ ربنا يزيد ويبارك. والحكمة بتقول قليل دائم خير من كثير زائل. اتفضلي يا حلوة. المرة دي ماشي يا سيبي، بس من المرة الجاية عايزاك تبقى عارف ان انا ما بيفرقش معايا ولا دايم ولا زايل. كل اللي يفرق معايا القليل والكتير. اتفقنا يا سيبي؟ اتفقنا نوجة. يا رجل ضرب نار. لا انت كويس؟ رجال سليمة. في ايه؟ رجالة من عندنا راحوا اصطادوا في الرابعة عندهم. وماله؟ حصل ايه يعني؟ لا ما حصلش يا تي، البحر برضه كليسو. والاصول بتقول ان قانون البحر يحكم بيننا على الرابع. الرابع يا يتيم، الرابع ده حقنا، وانت اعتديت عليه. غير ان احنا يتيم لينا حق في الدم ولا ايه؟ بس ايدك وانت بتكلم اليتيم. رأسكم هو اللي بدأ الضرب الأول، وإحنا عندنا دم وإنتوا عندكم دم. عارف البحر يحكم بيننا على الربع، يا إما بقى راجل منكم وصد راجل مننا في المية. وماله يا تيم؟ خلاص يا تيم، حق أنا هاخده بإيدي. لا بتاعت أنا أخويا، أنا مستناه من بدري. المرة دي يا عمار الكرة جاية في ملعبك انت. عايزة خلال ايام تخلص موضوع الدار ده، ومن غير شوشرة ولا كلام كتير حوالين الحكاية. انت شايف الاعلام ما بيسيبش حد في حاله اليومين دول. طمن يا بابا، انا هبدأ اتحرك والدار هترجع. يعني هترجع؟ مش بس كده، ما هو لازم الدار ترجع، ولازم اللي اسمه موسى ده يتربى هو كمان. مش عايزه يموت، عايزه يفضل عبرة لكل اللي يفكر في يوم انه يحط على العطارين. انا قبل اي حاجة لازم اروح واتكلم معاه. بقولك عايزه يبقى عبرة، تقولي اتكلم معاه؟ بابا انت قلتلي الكرة في ملعبك، ارجوك بقى سيبني العب براحتي. يا عمار الحقوق ما بتتاخدش بالكلام. انت كده هتبقى بتضيع وقت. كل واحد وليه دماغه، صدقني انا عارف انا هعمل ايه كويس قوي. ولو اني مش مرتاح ومش مطمن، بس انا حسيبك تعمل اللي انت عايز تعمله وحفكرك. وانا اثبت لك اني قد كلامي. طب يلا يا اخويا انجز شويه بقى لحسن حموت واخش الحمام. تحب اركب لك في اي حته؟ حته ايه يا عاد انت جننت ولا ايه؟ يلا يلا مد شويه يا عمار اهو. مش قادر افهم الناس عايشه في مكان حلو زي ده، ايه اللي شغاله في الشمال؟ انا وانت بس اللي نشوفه حلو، لكن الناس هنا عايشين مش شايفين فيه اي ميزه، ناس بسيطه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. خير يا بهوات، بتدور على حد؟ انا جاي لك انت يا ريس رجب. اهلا وسهلا، امورنا بطايقكم. الواد ده اخويا يا باشا، بس الناس بتقطه في البيت. انا قلت خلاص ربنا هداك، ايه اللي رجعك لسكه التهريب تاني يا رجب؟ التهريب يا باشا انا ورحمه ابويا. الف رحمه ونور عليك، راجل عيب ما تكذبش، انت راجل كبير. شيخ الصيادين ما ينفعش يكذب، الناس هنا بتحترمك. وبعدين انت تفتكر يعني جاي لك مخصوص لغايه هنا وانا مش عارف ان انت اللي نقلت بضاعه العطارين؟
عطارين مين يا باشا؟ انا علاقتي مقطوعه بالعطارين من قبل حتى زينبي ما يموت. باشا لا، باين فعلا ان انت صادق يا باشا. هو في ايه؟ انا والله العظيم ابدا. الشيخ محمود كان راجل طيب عندنا في البلد. جابني الشيخ محمود للشيخ جميل، وهو اواني انا ومرتي وولدها. قول لي يا علي، انت ليك سوابق؟ لا، وعمري ما دخلت قسم. مش عارف ليه انا مصدقك، بس ما اخبيش عليك، اصل اسم العطارين ده ما بيجيش قدامي الا لما بيبقى وراه حاجات مداريه. ليك حاجه ما تصدقش، بس اقسم لك بالله انا صلتي اتقطعت بالعيله من ساعه ما عمي عبد القادر توفى. يلا يا احمد سيبهم يا ريس. مفيش اي دليل ضدهم، دول سمك صغير. المهم الكبار، بس دول سهل يعترفوا. نجيب الحيتان الكبار الاول، وبعدين دول امرهم سهل. بس انا مش جاي عشان لجهز عمي. طب ما انا عارف انت جاي ليه من قبل ما تتكلم، وانا مستني ردك. هو انت ياض فاكر ان انا مش عارف انك حاطط هارون الذهبي في دماغك؟ طب ايه بقى، هتسيبه كده عادي بعد النمر اللي جه عملها علينا دي؟ ومين قال ان انا سيبته؟ ده انا كترته. ازاي يعني؟ هو جاي وعشمان انه يلعبني ويكسب مني بنت، وانا لعبته وكسبته، بس برضه اديته البنت اللي هو عايزه. عارف ليه يا يحيى؟ ايه؟ بتشتريه؟ مش بس بشتريه، انما كمان بطمعه، بخلي ريقه يجري وعينه تروح على البنت اللي بعده، وبرضه هديهوله. طب لحد امتى يا عمي؟ لحد ما حسابه يتقل، يتقل قوي، ويا اما يقدر الثمن اللي اتدفع فيه، يا اما يحاسب على المشاريب كلها، وفي الحالتين احنا كسبانين. يا عم انا عارف كويس قوي ان انت بتعرف تدورها، واكيد يعني اللي يخلي زين العطار الله يرحمه ما يمشيش خطوه غير بيك. خليني انا كمان امشي وراك برضو على المغمض كمان، ليه لو ما فيها ان انا ما اتعودتش العب لعبه وانا مش فاهمها. وهو ده اللي بيعجبني فيك يا يحيى، زي ما انت واثق فيا وفي ادارتي للعيله والتجاره، مسيرك هيجي لك يوم وانت اللي تدورها، وبرضه هكون انا واثق فيك. عارف ليه يا يحيى؟ لانك كبير من يومك. ربنا يديك الصحه يا عمي. الموضوع ملوش علاقه بالصحه، الموضوع وما فيه ان انا زمان عهدت زين الله يرحمه إن أكون ظهر لكبير العطارين أياً من كان، ومفيش كبير من غير ظهر يحميه. أنت برضو الخير والبركة. شوف الواد أقول له إيه يقول لي إيه. مش موضوع خير ولا بركة يا يحيى، دي حرب، حرب، والحرب ملهاش قوانين، دي لعبة كبيرة واحد بس اللي بيطلع فيها كسبان. وانت يا يحيى مسيرك هيجي لك يوم وتبقى لعيب وهتكسب، وبكره فكرك. ازيك يا يحيى؟ ازيك عمار؟ ايه مالك؟ رايح سفرة الكفر وما بتردش، فانا هاخد بعضي واروح لها. اتخانقتوا؟ لا بل شوية المشاكل العادية اللي انت عارفها. يا ابني الحريم دول عايزين الواحد يبقى تلاجة، تلاجة، وانت عيني ما بتستحملش، حامي وخلقك ضيق زي ابوك.
زمان لما كنت بتشتغل مع بابا كان توحيد دراعك اليمين، كنت انتوا الاتنين ما بتتفرقوش خالص. ايه اللي جرالك يا نوح؟ كل وقت وله أدان. وخديجة ذنبها ايه يا ولادها؟ وانا ذنبي ايه؟ كل اللي بتعمله ده مش هيرجع لك بنتك. قانون نوح لازم يمشي، كل اللي عمل حاجة هيحاسب عليه. وانت مين يحاسبك على سنين عمر اللي ضاعت؟ سنة ورا التانية وانا كل يوم كنت بستناك، وانت كل يوم كنت بتبعد اكتر. انا بقيت بخاف منك قوي يا نوح، وخصوصا بعد موت فيروز. اوعي اوعي تجيبي اسم فيروز على لسانك للدرجة دي. انت مش حاسة بحاجة؟ لو كانت بنتك كنت قتلتيه بايدك. كان عندها حق فيروز ما تحبكيش، وانت مصرة تفكريني كل شوية. بقول لك يا ليلى، اسمعي الكلام من أول مرة، لأن مش دايما هيبقى في مرة تانية. هسمعه يا نوح، بس خليك فاكر انت إن الواحد ممكن يزعل مرة ويعاتب مرة، بس هيجي في مرة وصدقني هتكون آخر مرة. برافو، عاجبني أوي عدد المرات اللي في الجملة. انت مالكيش مكان غير هنا يا ليلى. تقريبا دي مشكلتك معايا يا نوح، انك دايما بتراهن على قلبي، وقلبي كان بيجي في صفك، بس صدقني المره دي قلبي طوعني انا وجاي في صفي. اتفرج بقى على ليلى الاول، ليلى اللي بتقول انك ربيتها على ايدك يا نوح. هتفرج، بس خلي بالك ان نوح قبل الطوفان غير نوح بعد الطوفان. عجبك كده يا عم فارس؟ عجبك؟ ابوك بقى يتشتم عيني عينك. انت اللي جبته لنفسك، وردت نفسك توريطه ملهاش عايزه. ما خدناش منها غير الفرجه وقله القيمه. تفتكر مين اللي زق البت المذيعه دي عليا يا فارس؟ مش بعيد يكون سيف العزازي نفسه. والله مش بعيد ابدا. اللي خلاه ينزل مسعد المحمدي قدامي علشان يهني مش بعيد ابدا انه يشوه سمعتي وشكلي في السوق. هو مسعد ايه مصلحته؟ انا عارف، اهو كارت جديد تلاقيه بيلعب بيه بعد ما خسر مجموعه العطارين عشان يساعدوه في غسيل الاموال بتاعه ده. قصدك انه وافق معاه؟ والله انا كنت شاكك في الموضوع ده من الاول، بس دلوقتي خلاص الحكايه بقت على عينك يا تاجر. اسمع يا فارس، الحرب مع مسعد مش هتبقى سهلة أبدا، وأنا عايزك في ظهري يا حبيبي. عاوزني في ظهرك بجد؟ ولا عشان شكلك قدام الناس؟ إيه الكلام ده؟ إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده يا فارس؟ يا أخي ده أنا أبوك، عارف يعني إيه أبوك؟ المشكلة أنا مش عارف. تعرف أنا نفسي واقفة منك ليه؟ ليه؟ عشان كنت موجود ومش موجود. اليتيم بيبقى مطمن، عارف ان ابوه ميت، ولا ابوه مطلق امه بيبقى مرتاح انه عارف لو عايزه هيلاقيه. انما اللي زي حالاتي هيلاقيك فين؟ كنت عايش وميت في نفس الوقت. انا اسف، انا اسف جدا يا فارس. انا عارف يا حبيبي ان انا اهملتك، بس اوعدك أوعدك إن إحنا هنعوض ده كله إن شاء الله. مش عارف هتعرف تعوض ولا لا. عم زين الله يرحمه وعم سليم ما قصروش معايا واصل، بس ما عرفوش يعوضوني عن كسرتي قدام نفسي. معلش معلش يا فارس، بكرة الأيام هتثبت لك يا حبيبي. أول مرة أحس إنك صادق. تعرف لو كلامك دي صح صح، وهتخلع يدك من سيف العزازي وهترجع للعطارين، ساعتها هقف جنبك، هتلاقي ولدك فارس. أرجع للعطارين؟ أرجع للعطارين ده إيه؟ لما إحنا العطارين.
أنا قصدي يعني يتصف اللي بينك وبين مرات عمي. مرات عمك؟ ومرات عمك مالها ومال الكلام ده بقى؟ وبعدين مرات عمك دي مش من العطارين أصلاً. بعدين اللي بيني وبين مرات عمك لا له دعوة بسيف العزازي ولا له دعوة بالانتخابات. ليها دعوة بالحرب اللي هتحاربها. أديك قلتها من شوية إنها مش حرب سهلة. عايزك تعرف حاجة واحدة مهمة. إيد لوحدها ما تسقفش عبد الحميد بيه. مالك؟ شكلك قافش. ولا قافش ولا حاجة. وبعدين سيبك مني. وشك مش مرتاح ليه؟ إيه ما بتناميش كويس؟ يعني حاجة زي كده. عينيكي فيها حزن غريب أوي. بقولك إيه؟ أنت أكيد عارف أنا مين. وعارف بنت مين. وعارف إن الدخلة دي ما ينفعش معايا أنا خالص. معلش منك أول مرة ودي صح؟ شفتي بقى؟ اديكي سبتي المقصود من اللي انا قلته ومسكتي في الطريقه اللي انا قلته بيها. يعني بتهربي؟ بهرب؟ وهرب من ايه؟ طبقا لنظريه سامي فيما يتعلق بالهروب، الانسان بيهرب من الحاجه اللي خايف يواجهها او مش عايز يواجهها. وبتقول ايه بقى نظريه استاذ سامي؟ بتقول ان انا تحت الامر في الخدمه، واي حاجه تأمري بيها مجابه، لان مهمتي في المكان ده ان انا اساعد كل الناس وانت اولهم. يعني انت بالذات لو انبسطتي سمير بيها هينبسط، ولو هو انبسط هيبسط الكل، وابقى انا كده اديت مهمتي على اكمل وجه. هو انت بترص الكلام ورا بعضه كده ازاي؟ برصه من اليمين للشمال. قلتي لي بقى ايه اللي كان مضايقك؟ هقول لك، يمكن الاقي حل في نظرياتك. بقولك ايه يا ياسين؟ ما تكتب عليا وتعمل لك عيله بدل ما انت قاعد وحداني كده. اكتب عليك ايه؟ انت اتهبلتي؟ ولا انت عايزاني اجيب عيل في الدنيا دي يتبهدل زي ما انا اتبهدلت؟ احنا اللي زينا ملوش جواز ولا خلفه. الجواز ما ينفعش غير اللي زينا. ياما بيوت مقفوله على ناس وما عندهمش اللي عندنا يا ياسين. معلش بس هو ايه اللي عندنا عشان مش واخد بالي؟ فار ولا بهدله؟ انت فاكره ان احنا عندنا رحب بال وبنعرف ننام واحنا مطمنين والكلام اللي احنا بنصبر بيه نفسنا ده؟ احنا ما عندناش حاجه يا رضا. بس انا بحبك. هفضل تحت رجلك لو عاوزني العمر كله. انا ممكن اعمل اي حاجه عشان تفضل جنبي. الحب ما بيقتلش وبيشرب يا رضا. انا ما ينفعنيش بنت الناس. أنا عمري ما كان عندي عيلة وأهل عشان أحس الكلام اللي أنت بتقوله لي ده. غيري بقى سكت الكلام ده عشان مش أنت بتقولي كلام يضايق. عربية فخمة وفي نفس الوقت شبابي، وتلاقي عليك يعني تركبي وانت مطمنه. على العموم انا بثق في ذوقك جدا وعارفه كويس قوي انك فاهم طلباتي. ازيك يا يحيى؟ رودي. انا موافقه على العربيه اللي انت اخترتها لي، وبعد ما تخلص الاجراءات هبقى اعدي عليك عشان تعرفني فيها شويه حاجات. وانا تحت امر حضرتك، يومين واخلص لك الاجراءات واقول لك تيجي تستلمي. اوكي، في انتظارك. شرفتيني يعني. باي باي. ميرسي. طب بتختار لكل العملاء اللي عندك العربية؟ خير يا رودي. ايه المقابلة دي يا يحيى؟ أنا حتى جاي أقولك مبروك على المعرض الجديد. الله يبارك فيكي. مع إني فاتح المعرض يعني بقالي زمان. أنت لسه فاكرة؟ أنا عمري ما نسيتك. بس أنا نسيتك. قلبي بيقول لي غير كده. ويوسف بيعرف اللي قلبك بيقوله؟ زي ما ريهام عارفه اللي في قلبك. ريهام مراتي. وانا حبيبتك. اللي مش تعرف تخلص من حبها.
ولا هتعرف تخلص من وجعها اللي بتحس بيه كل ما بتيجي سيرتها. ده الكلام اللي بتقوليه لنفسك يا بنت الناس وانت واصحابك مبسوطين؟ انا اتغيرت قوي يا يحيى. انا لو بكذب هسيبك انت اللي تكذب نفسك. لما تحس انك غلطان بلاش تكابر يا يحيى. احنا بنعيش مرة واحدة، الحياة قصيرة قوي ان احنا نقضيها بنمثل على روحنا ان احنا عايشين مبسوطين. مبسوطة اني شفتك. سلام. باين ان انا ما كنتش لوحدي جعان يعني. ولا باين عليا قوي كده؟ يعني بص، اصلا بفضل طول النهار ما باكلش اي حاجه، مش كده تلاقيني دي اول حاجه ليا اكلها النهارده. ما فكرش في الاكل خالص خالص خالص. هو شغل الديكور صعب قوي كده؟ يا ريت هتيجي على شغل الديكور، بس انا المزيكا واخده كل وقتي. مزيكا؟ ايه حوار المزيكا ده؟ بص يا سيدي، انا بحب الغنى وليا صحابي بيحبوا المزيكا، جمعنا وعملنا بند نبسط الناس بالحاجه اللي احنا بنحبها واحنا كمان نتبسط. حلو قوي الكلام ده. طب عم ذكري بقى رايه ايه في الموضوع ده؟ عمك ذكري ده اطيب اب في الدنيا ودايما بيشجعني. طب والديكور هتسيبيه كده ولا ايه؟ بص يا حازم، الديكور ده هو مجال دراستي، مش هينفع اقعد استنى اخد المصروف من بابا. هي بس تيجي فرصة الغنى وانا هسيب مجال الديكور ده خالص. يلا بقى كل بدل ما ادخل على طبق. لا تعالي كلي لي انا بقى. والله يا شمس انت عسل، وبعدين اللي في قلبك على لسانك كده وطيبة. انا بحسد اللي هيتجوزك على فكرة. نورت دارك، كل اللي قلت عليها يحصل حصل. ولسه كل اللي جاي كمان هيحصل. انت من النهارده ست الدار ده. انت ايه اللي جابك يا بنت؟ انا مش جاي لرجلك، ما تخصيش النجع هنا تاني؟ راجعة بيتي يما، الحنين غلاب. لا والله، مالك بقيتي غلبانك ده؟ ما كنت مستجوية وهربتي وهملتيني انا واختك، دلوقتي راجعة تاني بعد ما اخترتي سليم، عيلة سليم يا رجية. انا كمان اخترت انك ما تبقيش بيتي، عايشة بس هي اللي بيتي. عشان ايه كل ده ياما؟ مش كفايه اللي ورتهولي زمان؟ فرقت بينه وبين عبد الله، وبعتيني عن اخت عيشه، ودلوقتي جايه تحاسبيني على الحب والجواز؟ خلاص ياما، رجية توحشناها وكانت جايه تقعد معانا يومين كتير. انا ما طايقاش لا اسمع حسها ولا اشوفها واصل. اكده؟ طب انا هقعد معاكي ياما. يا مرحب، اهلا، تشرفت.
مرتكها، لا خطفناها ولا ضربناها، جايب مزاجها. وكنت عايز تاخدها، يا ريت تاخدها وتريحني. يلا بينا يا رؤية. انا ما جيتش معاك يا عمار، ومش هسيب داري، ولما احب ارجع ارجع بكيفي. ما بقاش بيتك يا رؤية، ما بقاش بيتك، بيتك هو بيت جوزك. يبقى تختارنا انا يا عمار. كمان ابويا وصاني قبل ما يموت على الدوار والنجا، ووصاك انت كمان، ولا نسيت؟ مات ابوكي، مات يا رؤية. وفي الدنيا دي انت ما بقالكيش حد غيري، وانا ابويا محتاجني وما اقدرش اسيبه. وابنك اللي في بطني يا عمار مش فارق معاك؟ ما تصعبيهاش عليا يا بنت الناس. ويلا بينا، ايه اللي حصل لكل ده؟ روحي وتبعي كلام جوزك يا رجاي، مش هتحرك من البيت يا عيشة. ولو عايزنا ابقى معاك يا عمار يبقى تختارني. انا اخترت ابويا يا رؤية. كنت عارف، مش جديدة عليك يا عمار، عادي تسيب ابنك زي ما ابوك سابك زمان. صحيح اللي خلف ما ماتش. قطع يدك اللي تمدت على بنتي. ايه والله العظيم ورحمة ابوي، لو ما كانت حبلة منك لكنت قسمتك في ارضك مكانك. اياك تمد يدك على بنتي تاني، واني دلوق بس تبتكت انك فعلا ابن سليم. سيرة ابويا ما تنكبش على لسانك. غور يا واد غور، يلا برا برا. ربنا ما يقطع لك عادة يا حبيبي. انا حاسه ان احنا بعد سنه او اتنين ان شاء الله هنحتاج ناخد بيت اكبر من ده، علشان الحيطان مش هتكفي كل الصور اللي انت عمال تحطهاني. الحيطه دي فيها حياتنا كلها، كل ذكرياتنا. وبعدين الحيطه دي مش بتاعتي بس، دي بتاعتنا كلنا. عارف لما بتتاخر قوي في الشغل وتغيب عننا كتير بالاسبوع وبالاتنين تبقى وحشني قوي. باجي اقف قدام الصور دي واقعد اتفرج عليهم واحده واحده، وافتكر بقى كل صوره اتلقطت فين وامتى ومناسبتها كانت ايه، وحتى الكلام اللي كنا بنقوله ساعتها افتكر. لما بعمل كده برتاح شويه وبهدى، وبحس ان احنا حياتنا الحمد لله حياتنا فيها حاجات كتير قوي حلوه، وبحس ان احنا لينا كتير قوي في بعض. بس المشكله ان انا بعد ما بتفرج على كل الصور بتوحشني اكتر. انت بقى ما بتوحشنيش خالص خالص خالص. ليه كده يا طارق؟ لانك طول الوقت معايا بجد. أنا ماليش غيرك يا طارق. أسمعت المكان؟ إيه ده؟ أسمعت مع الفاضي والمليان؟ أنا بريء، أنا بريء. الفاضي والمليان؟ طب أنا بريء على فكرة، ما عملتش حاجة خالص. هي السبب، أنا ما عملتش حاجة. هي اللي أنا كلمتك. أنت السبب، أنت السبب صح؟ وبعدين كده قالت لي إيه بقى؟ قالت لي سنة مهم. قالت لي تعالى أحط لك قطرة في عينك. وأنا ما رضيتش. أنا مؤدب، رفضت خالص على فكرة. طلعي القطره. طلعي انت عزقتنا ولا ايه؟ طلعي القطره. مفيش معايا حاجه. قطره ايه؟ تفصيل ده هتبوس. ثانيه واحده، ثانيه واحده، اللحظه دي ما تتفوتش. يلا يلا، الصوره بقى الحلوه دي وانت بقى مرفعنا. يلا 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 يلا. اليمين الحرمه اللي هنا دي عم سميع، ده عهد. ما انا عرفت الاسم، حتى الاسم ده أول مرة أسمعه. أنا بس كنت بس إيه؟ لو طولت في الكلام عنها هتكون آخر مرة، عشان دي بقى من الآخر كده تعتبرها أخت موسى وأكتر شوية. أخته؟ أنا قلت عليها مراته ولا عشيته. مش بقول لك هتبقى آخر مرة، هي مهمة عنده أوي كده. ده عهد، عهد بنت جليلة.
هو في جليلة كمان؟ أيوة سيدي، مع الست جليلة دي اللي ربت موسى مع بنتها عهد. بسم الله ما شاء الله. أهدي بقى بالذات ما تهوبش ناحيتها، قدر انك ما شفتهاش، عشان دي عند موسى كوم والناس كلها كوم. اوعى يا نصار. جاي لي يا عمار. جاي عشان افكرك يا موسى انك مديون لي، وانا عارف انك ما بتخلفش كلامك. فاكر الدين ولا لا؟ موسى الجلاد يا عمار ما بينساش حاجة. لحقتني من الموت يا عمار، وأنا مش نكر للجميل. ودينا تقابلنا بعد 15 سنة، وجه الوقت اللي ترد لي في الدين يا موسى. طلباتك يا عمار. تسيب الدار وترحل مكان ما جيت. إلا دي؟ مفيش غير دي. ولو ما وافقتش يبقى ما طلعتش قد كلامك يا موسى، وساعتها هيكون لي حق الرد في اني ادافع عن اخواتي وارضي. عايز توقف قصادي بعد كل اللي عملته معاك؟ انت اللي بتقف قدام العطارين. لسه العلامه معلمه في حاجبك، وكل ما بشوفها بفتكرك. بس بفتكر موسى بتاع زمان، موسى الجدع اللي عمره لا ظلم ولا حب الظلم، موسى اللي قبل ما يتغير ويتمرد موسى ده كان زمان، قبل زمان ما يجي عليه. استعدينا يا عمار، أنا ما عايزش عاديك، وأنت بالذات ما عايزش عاديك. وأنا جيت لك عشان نفس السبب. لا لا يا عمار، الدار دي أنا مش هسيبها، مش هنعملوها على جدتي. أنا كمان مش هسيبها يا موسى. كده أنا عملت اللي عليا. كان نفسي اجي بدري واعمل معاك الواجب. الواجب ده تعمله في بيتك لضيوفك، لكن دي داري، يعني المفروض ان انا اللي اعمل معاك الواجب. يا امير، انت ما غيرتش اليافطه اللي بره ولا ايه؟ لا طبعا يا باشا غيرتها، بس لا عمار ما خدش باله بس ولا حاجه. لا يا امير ما خدتش بالي ومش هاخد بالي،
عشان مش يافطة هي اللي هتقول الدار دي بتاعت مين. ولو انت مش عارف الدار دي ليها رجالة، رجالة هيعرفوا يدافعوا عنها كويس قوي. الرجالة اللي طردوا موسى؟ أقصد اللي هيرجعوها من موسى. عمار! شرفت يا عمار. عارف يا عمار ايه اللي مانعني ان انا اقتلك وادفنك في مكانك هنا ايه؟ انك ابن الغالي. اللي غالي عليا قوي. لو مفيش حاجة تمنعك كان زمانك نفذتها من غير ما تسأل السؤال ده. اتفضل يا سيبيه. نورت دار موسى. نورة بيكم. اتفضل، نورت الدار. ما قلتليش الواد المسلم العطار بيعمل ايه هنا موسى؟ سيبك منه، ده واد مخبول. قال ايه؟ جاي يقول لي اسيب الدار واروح مطرح ما جيت، تتخبل في دماغه ده ولا ايه؟ اتفضل اتفضل يا سيبيه اتفضل. ده ايه الثقة دي؟ ليه حق زين العطار يطمن؟ قاعد عنده مكان زي ده وشباب مخلصين قوي زي كده لازم يطمن. ايوه يا سيبيه، بس احنا كنا مخلصين غصب عننا. ما كانش عندنا حلول تانية يعني. لا اتحدت على نفسك يا امير. أنا كان عندي حلولي ونفذتها خلاص. صدق المكان ده كان لازم تحافظ عليه يا موسى؟ لا مؤاخذة يا سيف بيه، سامعك كده بتتكلم وكأن الدار دارك. هو أنت نسيت اتفاقنا ولا إيه؟ اتفاقنا؟ لا احنا زي ما اتفقنا طبعا. انت مقيم في الدار هنا معزز مكرم، ورجالتك بتحمي طريق الشريعه. لا انا مش قاعد هنا، الدار دي داري زي ما اتفقنا. ولا في حاجه استجدت؟ جرايه موسى، هو انت برضه مش شغال مع سيف فيه ولا ايه؟ شغال اه، لكن الدار دي الموضوع مين تهي؟ اتكلم كويس. انت بتكلم سيف العزازي مش سيف العزازي اللي حاجة تتاخد منه غصب عنه او بالصوت العالي. انت قاعد هنا عشان انا عايزك تقعد هنا بمزاجي بس. ما قلناش حاجة يا سيبيه، كل حاجة بمزاجك ماشي، بس الدار دي داري وده موضوع مين تهي ولا ايه؟ انت عندك ضيوف هنا ولا ايه؟ لا دول مش ضيوف، دول اصحاب مكان، اصحاب بيت. اصحاب بيت؟ بيت مره واحده؟ يا سلام. يا مرحب يا مرحب يا مرحب يا سيف بيه. الدار نورت. ده سميح الشخص المناسب للي انت عايزه. الصلاة على النبي، وانتوا كنتوا فين يا غاجر لما البهايم اتسرقت؟ فين؟ كنا نايمين يا جناب العمدة. يا حلو انت نايمين حراسة ونايمين، نمت عليكم حتى ما تقوموا يا ابو عدا قدر يا كريم. ايه في ايه؟ ايه اليوم الغريب ده؟ في غغبة قومني كتك مصيبة زي جلتكم. ايه رايح فين؟ رايح فين؟ امشي ورا امشي ورا، انا العمدة انا العمدة. في ايه؟ عايزين ايه؟ يا لهوي عايزين ايه؟ عايزين ايه؟ ايه في ايه؟ انا مش في ايه؟ اتوزع عليهم لحمة يا اختي، مفكرين ان الدوار هو اللي بيفرجها.
لا صحيح بالهنا والشافة بسم بالهر يا رب يا اختي قلبي كله لله لله حسبي الله لله يا حبايبي ناجي العطارين؟ ناجي العطارين. وايه اللي يخلي العمده تسيبني كده عادي اروح الناجع وابقى مسؤول عن مخازن السلاح؟ انت مش هتعدي على الدور ولا هتاخد الاذن من حد. انت هتروح على مخازن السلاح على طول من النهارده. مخازن السلاح في الناجع هتبقى تحت مسؤوليتك انت. أنا عارفك من أيام ما كنت اشتغل مع هاشم بيه الله يرحمه. أيام ما كنت لسه بتتكلم صعيدي. ماشي. لكن المرة دي أنا ليا طلب عندك. مش فاهم. حقيقة قدام حاجة يعني ولا إيه؟ العفو يا سيف بيه مش القصد. لكن أنا كبرت على البهدلة والمرمطة. أنا عايز أرتاح. وإيه اللي يريحك يا سميح بيه؟ مكان أعيش فيه. رجالة تحت إيدي. أبقى أنا وهم في خدمتك. ومفيش ريس أوامر وتمشي عليا غيرك. بالصلاة على سيدك النبي محمد. طلبك عندي يا سميح. أنت المسؤول عن مخازن السلاح في النجع. وأرض النجع دي هتبقى أرضك. تبني بيت، تتجوز. اللي انت عايزه. المهم يا خفيف تبقى تحت سيطرتنا. ما تخرجش عن طوال. هتشوف معايا الخير والسعاده وهعوضك عن كل اللي فات. وانا في خدمتك يا سيف بيه. غرفه العمليات لازم تكون مجهزه بكل وسائل الاتصال مع باقي الاجهزه والنقاط الامنيه. ولازم يبقى في خط ساخن. وعرض لكل الكاميرات اللي موجوده في المنطقه. غرفه العمليات دي هتكون على اتصال مباشر بيا انا شخصيا، ده طبعا بالتنسيق مع سياده اللواء. النقيب سامح هو المسؤول عن تجهيز غرفه العمليات خلال 48 ساعه. وانت يا سامح من اللحظه دي انت ورجالتك تحت قياده طارق بيه. تحت امر سعادتك يا فندم. يا فندم انا عايز كمان قايمه بكل اسماء العناصر الارهابيه اللي اتصفت خلال الشهرين اللي فاتوا. اماكن تصفيتهم واي حاجه كانت معاهم. موجوده. احنا عندنا قاعدة بيانات جامعين فيها كل المعلومات دي. عظيم. سيادة النقيب، أول ما غرفة العمليات تجهز يا ريت تبعت لي تقرير يومي عن أي تحركات غريبة في المنطقة، سواء في الطرق أو في الصحراء. تمام يا فندم. أي أوامر تانية؟ شكرا، شكرا سيادة النقيب. ربنا يوفقك. اتفضل أنت يا سامح عشان تلحق تجهز نفسك. تمام يا فندم. اتفضلوا يا سيادة أنتوا كمان. يا طارق أنا كنت عايز أتكلم معاك في موضوع. تحت أمر سيادتك. بخصوص إيه؟ بخصوص يوسف. أكيد سبب قوي جدا اللي خلاك تشرفني النهارده بالزيارة بنفسك. أظن مفيش أقوى من إني أشوفك بتتصرفي تصرفات غلط وبتقعي. مش فاهماك يا سليم. شوفي يا جيهان، لو أنتي مش قادرة تواجهي المشاكل لوحدك، انت عارفة كويس قوي ان انا ايدي ممدودة ومفيش مشكلة ملهاش حل.
مع اني مش فاهماك ولا فاهمه ايه المشاكل اللي انت شايفنا فيها، بس انا مبسوطه انك جيت واني شفتك. متشكر. بس هو انت مش فاهمه بجد ولا بتقولي كده وخلاص؟ لانه في الحالتين تبقى مصيبه. سلمى بعد ما كانت ضاعت ورجعت، ضاعت تاني يا جيهان، مقضيها تنطيط مع الواد ابن الرايق، وياسمين جوزها طلقها ولا كأنه كان جايبها من الشارع. واللي زاد الطين بلة الواد اللي ما نعرفش اترامى علينا من أنه داهية، وانت مدخلاه وسط العيلة ومعيشاه في وسط ولادك. جيهان، القصر بيفضى من حواليك يا جيهان. انت بتراقبنا يا سليم؟ ولو ان المسألة مش محتاجة، انما لو هتعتبري خوفي على اولاد اخويا مراقبة، يبقى ايوه براقبكو. انا براقب اولاد اخويا لاني خايف عليهم. لا، انت مش خايف عليهم، انت بس عايز تثبت لنفسك ان انت صح. تاني يا جيهان، لا حول ولا قوة الا بالله. يا بنت الناس افهمي، ما انا كان ممكن ما اجيش واسيبك لعنادك ده لغايه ما تغرقي. اعمل اللي انت عايزه، بس على كل حال لما تلاقي حد من ولاد اخوك في مشكله ولا في خطر وتساعده، انا اكيد مش هرفض، بالعكس هبقى مبسوطه جدا. بس مش لازم يعني كل مره تعمل فيها كده تيجي وتحكي لي على المساعده اللي ساعدتها له وعلى المشاكل اللي فيها ولادي واللي انا معرفش عنها حاجه، عشان بس تحسسني قد ايه انا مقصره في حق اولادي. خلاصه الكلام، انا مش جاي اقولك انك مقصره ولا حاجه، انا جاي اقولك ببساطه انك بتتصرفي غلط، وده مش هيوصل لاي حاجه. ميرسي يا سليم، سيبني اتعلم من غلطات يا سيدي. ماشي، حاضر يا جيهان، هسيبك تاني عن إذنك.